أنت تملك نفسك وعقلك، هذه هي الحرية. أنت جميل إذا تصورت نفسك مثل الألماس، فأنت صاحب القرار. فإذا قررت أن تشيب ستشيب، وإذا قررت أن تعيش شاب ستعيش شاب. إنسانة تعمل بحيوية حتى الثمانين وهي في غاية الحيوية والاستمتاع، وشاب في الثلاثين واهن الجسم خائر الهمة، يقول سيد لنختلف، نحن لم نخلق على فكر واحد. هذه هي الحرية. الأمة ليست بحاجة إلى المتفاخرين بالثروات، المبذرين للنعم، المترفين بالسواء. والله أنا إنسان.